اليوم هذا الشخص اللي شنق نفسه بداخل بيته اللي هو موجود خلفي الآن بسبب حالته المادية الصعبة. أكثر من مرة يعني ناشد أنه لا رواتب ولا رعاية اجتماعية ولا هذه الأمور اللي من خلالها تقدر تعين الشخص حتى يمارس حياته بصورة طبيعية. الشخص ترك خلفه أربعة أطفال لا يتجاوز أكبر واحد من أطفاله العمر 5 سنوات وأصغر واحد بهم عمره 10 أيام. الفقر ما يرحم، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الفقر هو لو رجل لقتلته، وهذا يعني وضع العوز تأذى، هو يعني حال تأذى. كان يشتغل وفجأة هاي قلت لك صعدت الدولار وهذا الشغل كله توقف، فمن توقف شغله يعني يوم اكو يوم ماكو، فصار يعني بحاله نفسيه. تعرف عنده 4 أطفال، والاربع اطفال يعني هي العائله اليوم. الطفل والطفلين نفس الشيء، وهذا قضاء الله وقدره ايش يسوي. الحمد لله، الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه وتعافى. الله يرحمه. للاسف بهذه الاوقات انه يعني اللي تمر على محافظه كربلاء خلال هذا الاسبوع حصلت هناك اكثر من 5 جرائم أو 5 محاولات انتحار ناجحة بداخل محافظة كربلاء. هذه بنته، تعالي عمو يمي. بنته يمكن كبيرة، بنته كبيرة. شنو اسمك عمو؟ حوراء. حوراء تبيها صف؟ صف الثاني، الصف الأول. الصف الأول، يعني مثل ما تلاحظون إنه أطفاله بعدهم صغار، ويعني للأسف ترك خلفه الأربعة أطفال. عمامة موجودين وراح نلتقي بهم، خلينا نشوف شنو تفاصيل الحادثة بقيانا. والله انا كنت بالغرفة ما سمعت صياح، طلعت منها انا لقيت عمي ينكسر بالباب، عم الاصغر منه هذا الباب. هذا الباب؟ اي هذا الباب الازرق. ها فتحنا الباب وخرنا ها وطبينا، لقينا الباب الجو همينا مسدود. ها اجت هاي الصغيرة دخلوها من الشباك فتحت الباب، وهي ما فتحت الباب لا الأضواء كلهن مسدودات والبيبان هم مسددة. شو اسمه شعلت الجلوبات مال البيت وخرنا الباردة، شفنا الحادثة مشتوق قدامنا. بيمن شانف نفسه بواير مال السيارة. نعم يا مازن، دخلنا للبيت، هذا المكان اللي صار به الباب اللي كان يوم أمس مسدود. هذه مكان الخلع مال الباب حتى قدروا يدخلوا له. خلينا نشوف اللي موجودين بالبيت. السلام عليكم. وعليكم السلام عمي علي. تفضل. شلونك ابوي؟ يا عمي حياك الله. الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحم والديك. الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه. هذه بنت او ابن الصغير؟ بعد توفى بعد الانفاس. بعد الانفاس صار لها 10 ما طال لها ما طلعت هي 15 يوم. انت حضرتك شنو تصير من عندك؟ انا جدي لامها. اها زوجته. اها نعم. جدها؟ نعم. نعم هذا المكان اللي صار فيه الحادثه لو هنا بالغرفه نقدر ندخل لو هذه اي نعم زين هو اكو ضوء؟ لا هنا هي الغرفه؟ اي نعم هنا؟ اي بهذا غرفته وين هو؟ بهاي مسوي هذا المكان عمي هاي هاي تشنقال بس المفروض تخلونه على حطه ما يشيلونه الادله الجنائيه اجت يعني بهذا المكان اي نعم هناك يعني اي بديك زين من بعد يعني بعد انتحاره ورا ايش قد يلا قدرت ما ادري احنا جينا تونا من البصره الوقت مع الاسف جيت جيت الوقت ما ندري انتم بلغتوا بالثنتين؟ لا ما بلغنا اخذناه للمستشفى بالثنتين ها لا الساعه 11 الساعه 11 بالليل 12:55 اها الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه اذا مازن هذه تفاصيل الحادثه اللي صارت اليوم بمحافظه كربلاء ومثل ما ذكرت لك انه الموضوع هو كله خاص بالجانب المعيشي للمواطن العراقي اليوم كلها تمر بوضع مأساوي خصوصا بارتفاع الدولار غياب الوظائف الحكوميه غياب الرعايه الاجتماعيه والرواتب المخصصه للعاطلين عن العمل كل هذه اسباب حتى صارت هذه الجرائم خلال هذا الاسبوع صارت اكثر من 5 جرائم ارجع لك الاسبوع